بالنسبة لبرنامج الكورال، نحن عادة صراحة نحن ما بنعرف شو حنطلع نغني. على طول البرنامج مفتوح للجمهور، مثل ما بنقول دايما حسب ردة فعل الجمهور، حسب أكوستيك السالة. هلا غنينا 10 دقائق، عرفنا شو المفروض نعمل حسب الصدى، قديش مستواه وما في صدى. الجمهور كل ما يكون سميع أكثر، كل ما بنعلي مستوى الأغاني اللي عم نقدمها. وحنغني أندلسي، حنغني كويتي، حنغني لبناني، عراقي، سوري، وبغير لغات، باللاتيني، بالأرمني. بصراحة مسرح المدينة بالذات كثير بيعنينا لعدة أسباب. مسرح المدينة مرق بفترة أنه كان ممكن يتسكر، ونحن ما بدنا يتسكر. مسرح قديم كتير، وفنانين جايين لهون ومغنيين كتير. اليوم كل شيء مميز. هيدي بالنسبة لنا نحن قرب عيد ميلاد الكورال 19، نحن هيدي آخر حفلة بال 2021. نحن هالشهر كان عنا تقريبا 7 حفلات، هيدي هيكون بالنسبة لنا من أهم الحفلات اللي ننبسط فيها، نرتاح فيها، نغني. وقت اللي بلشت المرض كورونا بصراحة انضربنا كتير، خاصة الكورالات بالعالم كله. نوعية ما حد تأثر بالأزمة الاقتصادية. أزمة اقتصادية بتأثر علينا، يمكن نحن أوقات أعضاء الكورال بيعانوا يروحوا ويجوا، لأن طبعا صار كتير أصعب. في ناس كتير تركوا الكورال لأسباب معينة، وكتير ناس انضموا للكورال. نحن بصراحة صار في شوي صغيري تزعزع هيك منسميه، ولكن كنوعية الحفلات، كنوعية الغناء، كنوعية الأداء، هذا ما ممكن يتأثر. هلأ نحن عم نرجع نستعيد قوتنا، عم نرجع نستعيد مستوى اللي لازم نحن نكون فيها.